احمد محمد علي النجم طه الصالح حسين الصالح الصديق السيد محمد السيد الحميد السيد عبد الرحمن محمد النجم احمد محمود عبد الله الغوابي محمد السيد عبد الغني السيد بسام انس مجدي السيد السيد عمر الوشاع ابراهيم حسين حسن حسين حسين الرفاع انس محمد محمد عبد الغني محمد ابراهيم شكر ابراهيم محمد يوسف حكمت المحكمة حضوريا للأول حتى الخامس وغيابيا في السادس الأخير. أولا بمعاقبة كل من أحمد أحمد حسن أحمد لازم محمد عبد الغني محمود محمد شبلي ومختار عبد محمود تمران وإبراهيم عبد إبراهيم عبد الرحمن مصباح وأحمد محمد محمد علي النجم بالسجن المشدد لمده 7 سنوات وذلك عما سئل اليه والتماس بالمشاريع الجنائيه. ثانيا ومعاقبه كل من طه الصالح حسين الصالح والصديق حسين محمد حسين الحميد والسيد عبد الرحمن محمد النجم واحمد محمود عبد الله الغوابي ومحمد السيد عبد الغني السيد بزاز وانس محمد السيد السيد عمر الوشاع وابراهيم حسين حسين الرفاع وانس محمد محمد عبد الغني محمد ابراهيم شكر ابراهيم محمد يوسف بالسجن المؤقت وذلك عما اسند اليه واتباعه المصاريف الجنائيه. الليل جراء علاء عصمت السيد العناد احمد ايمن نصر ابو يوسف عادل محمد فهمي سلطان مكرم محمد النجم ابو النجم احمد طه محمد يوسف ابراهيم اسد ابراهيم رضا احمد ابراهيم محمد احمد شعبان سيد احمد الزناد احمد عامر محمد الحج عمر محمد اسماعيل بسيوني محمد ابراهيم سلامه احمد محمد عبد الله الغنائي علي سرحان مصطفى عبد الحميد احمد عبد الدين. حكمت المحكمه حضوريه للجميع. اولا ومعاقبه منه الله مصطفى البليه وابراهيم علاء عصمت السعيد العناد وابراهيم رضا احمد ابراهيم محمد بالحبس لمده سنتين وذلك عن فوزنا اليه. ثانيا ومعاقبه كل من ياسر السيد محمد عوض واحمد عبد الرب النبي احمد فرج واحمد شوقي ابراهيم السيد واحمد محب ابراهيم عبد العزيز محمد وخالد عبد الفتاح السيد يوسف ومحمد رمضان عبد الكاس واحمد عادل ابو العطا سلامه حلمي واحمد ايمن نصر ابو يوسف وعادل محمد فهمي سلطان وفكري محمد النجم والنجم واحمد طه محمد يوسف ابراهيم اسف واحمد شعبان سيد احمد الجنات واحمد عامر محمد الحج وعمر محمد اسماعيل بسيوني ومحمد ابراهيم سلام احمد ومحمد عبد الله الغريري علي سرحان بالسجن المشدد لمده 5 سنوات وذلك عما اسند اليه والتماس بالمصاريف الجنائيه. ثالثا ومعاقبه يسرى السيد ابراهيم محمد الخطيب بالسجن لمده 3 سنوات وذلك عما اسند اليه والتماس بالمصاريف الجنائيه. رابعا ومعاقبة مصطفى عبد الحميد أحمد عبده في الدين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك عما أسند إليه وأزمته المصاريف الجنائية. ذكر الله حسب النبي عبد الأول صلاح فتحي آل أحمد عاصم محمود السيد العتاب مجدي محمد عبد الوهاب سيد أحمد عبد الفتاح راغب أحمد السيد عبد الحي رضوان نبيل أحمد محمد عبد المطلب محمد عادل عمر خالد أحمد محمد مصطفى علي احمد محمد ابراهيم خالد محمد يسر عبد الفتاح عادل يوسف عبد السلام محمد علي احمد محمد طلعت محمد طلعت محمود خالد محمود رمضان امجد الشحات جمعه بدوي محمود عبد المجيد صلاح صمرة علاء الدين محمد محمد ابو سيف عادل عبد الغني عبد الغني عبدين محمد طه احمد حامد عاصم الشحات السعيد عبد المنصور أسامة أحمد إبراهيم سلام محمود حافظ علي شهبوب مسعد محمود محمد عبد الفتوح محمد أبو الفتوح محمد هاني عبد الفتاح محمد إسماعيل يونس محمد صبري عبد الله محمد سام حسن عبد الباز إسماعيل رفعت السيد محمود عطية محمد. حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين العاشر والسادس عشر والحادي والعشرين
والثالث والثلاثون أولا، ومعقبة كل من عاصم محمود السيد العتاد وأحمد محمد مصطفى وطلعت محمد طلعت محمود وإسماعيل يونس محمد صبري بالسجن لمدة 3 سنوات وذلك عام وسنة إليه. ثانيا، ومعقبة عاصم محمد عاصم عبدين وعماد بودة عمر مصطفى وفتحي عبد العظيم الجواد ومصطفى محمود محمود يوسف ومحمد بكر ابراهيم عثمان وعبد الحق يونس مروق ومحمد عبد الرحيم العزم وذكر الله حسن النبي عبد الاول وصلاح فتحي علي احمد ومجدي محمد عبد الوهاب وسيد احمد عبد الفتاح راجل واحمد السيد عبد الحي رضوان ونبيل احمد محمد عبد المطلب ومحمد عادل عمر محمد وعلي احمد محمد ابراهيم وخالد محمد يسري عبد الفتاح وعادل يوسف عبد السلام ومحمد علي احمد وخالد محمود رمضان ومحمود عبد الجليل صلاح صبره وعلاء الدين محمد محمد ابو سيف